مدبولي يتفقد أعمال تطوير عدد من المناطق بالإسكندرية ويكشف عن توجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ. العراق يشدد إجراءات حماية المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات في موعدها. يونيسف تحذر من خطر نقص حاد في مياه الشرب بلبنان وتدعو إلى استعادة إمدادات الطاقة بشكل عاجل. الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستهلها مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك أمام، شكرا لك. أهلا بكم. تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية أعمال التطوير الجارية بمحور التعمير وامتداده. استمع مدبولي إلى شرح حول التنفيذ، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المحور المروري باعتباره شريانا حرا يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي، وأشار إلى أن المتابعة ودفع العمل به يتسق مع رؤية الدولة نحو التوسع في تنفيذ المحاور المرورية ورفع كفاءتها باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية. هذا ووصل الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء متابعة أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية، حيث انتقل من محور التعمير إلى محور المحمودية. وتابع مدبول مشروع استكمال هذا المحور المهم الذي يربط بين الإسكندرية وعدد من محافظات الجوار ليشكل شريانا جديدا للحياة يخدم أهداف التنمية. وأكد رئيس الوزراء أن تطوير المحاور المرورية يتم بإيقاع سريع نظرا لما تمثله من أهمية للربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع، كما يسهم ذلك في دفع الاستثمار وبالتالي في إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المواقع المميزة التي تمتلكها مصر. جاء ذلك خلال تفقده منطقة المنتزه بالإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم لعدد من المنشآت في هذه المنطقة، حيث قال مدبولي إن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزا جاذبا للزوار والاستثمار في عروس المتوسط مع إعادة الرونق الحضري والتاريخي لها، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يعد نقلة حضارية كبيرة. كما أكد أيضا أن الرئيس السيسي يتابع جميع أعمال التطوير بالإسكندرية ويوجه بسرعة التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة. انطلقت في قرية صنعاء بمحافظة الوادي الجديد قافلة طبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بإجمالي 400 حالة على مدار يومين،
وضمت القافلة 8 تخصصات طبية، حيث تمت أعمال الفحص الطبي وصرف العلاج بشكل مجاني. انطلقت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2021، حيث فتح موقع التسجيل الإلكتروني بوابة الحكومة لتسجيل الرغبات أمام الطلاب من خلال خدمات معامل التنسيق على مستوى الجامعات الحكومية بالجمهورية. يحيي العالم اليوم ذكرى ضحايا الإرهاب من أجل تكريم ودعم ضحاياه والناجين منه. وقد اعتمدت مصر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحرصت على رعاية ضحاياه ودعم أسرهم. وجهت قيادة عمليات بغداد بحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات. وأكد قائد عمليات بغداد وجود تعليمات بتجديد الإجراءات الأمنية في محيط المراكز الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات العراقية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة. هذا وحذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن الوضع الصحي في البلاد خطير، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يمكن. وذكر الكاظمي خلال تفقده عددا من مراكز الامتحانات في بغداد أنه رغم ما تمر به البلاد من ظروف صحية واقتصادية وأمنية واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أن الحكومة أصرت على أن تكون الامتحانات ناجحة. أعلنت السلطات العراقية القبض على 9 متهمين بقضايا متنوعة والعثور على كميات من الأسلحة والعتاد في محافظة كركوك. أوضحت أنه تم العثور على 76 صاروخا و4 عبوات ناسفة، مشيرة إلى أنه جاري تدمير تلك الأسلحة من قبل القوى المنفذة للمداهمة. نبقى في العراق، حيث بدأ وزير الخارجية الياباني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد. ومن المقرر أن يعقد الوزير الياباني جلسة مباحثات مع نظيره العراقي لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. حذرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة من أن 4 ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الفقيرة، من المحتمل أن يتعرضوا لنقص حاد في المياه. ودعت اليونيسف إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لتلك الفئات من خلال الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة.
وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من جمهورية العراق إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة لهذا العام والصلاة في المسجد النبوي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الحج والعمرة السعودية كثفت استعداداتها لاستقبال المعتمرين وتقديم كافة الخدمات لهم وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية حفاظا على صحة المعتمرين ومنعا لانتشار فيروس كورونا. وفي تونس كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود ما وصفه بمحاولات يائسة لاغتياله من قبل جهات لم يسميها، مضيفا أنه على دراية بتلك المخططات وأنه لا يخشى إلا الله. تصريحات سعيد جاءت خلال حضوره مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لصالح العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من جائحة كورونا. أنني وأقول لهم وأعرف ما يدبرون أن أقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، لا أخاف إلا الله رب العالمين، لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل أو يفكرون في الاغتيال، يفكرون في القتل ويفكرون في الدماء. سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا، سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين. وأضاف الرئيس التونسي أن بلاده تعيش أياما تاريخية في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي، مؤكدا على ضرورة التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع بعد عشرات السنين من التنكيل بالشعب وسرقة ثرواته. أيام تاريخية نعيشها في تونس في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي وتتعلق بالوضع الاقتصادي وتتصل أيضا بالوضع الصحي، ولكن سنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبله إلا بالانتصار. أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على ما قمتم به، وأتوجه من خلالكم إلى منظوريكم على الجهود المضنية أناء الليل وأطراف النهار، ولا أبالغ حين أقول أناء الليل لأنهم يعملون في كل وقت بالرغم من حظر الجولان وبالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية. ودعا الرئيس التونسي من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه الظروف التي تعيشها تونس، مشددا على أنه لن يترك الشعب التونسي يعيش جائعا. وهنا أتوجه إلى القضاة الشرفاء وفيهم من الشرفاء الكثير أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس. لا أريد أن أتحدث عن بعض القضايا. بالأمس ويوم أول أمس وفي الأيام الماضية عن التجاوزات التي حصلت من المؤتمنين على تطبيق القانون، نحن هنا للحضور في توقيع هذه الاتفاقية، ولأن الظروف تقتضي ذلك ولأننا لن نترك شعبا أو جزءا كبيرا من الشعب
يبيت جائعا ويفيق على الخوى. وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أنه لا مجال للتسامح مع أي طرف يتعمد التلاعب بقوت التونسيين ويحتكر السلع والمنتجات. وخلال تفقده مقر إحدى شركات بيع مواد البناء بولاية بن عروس، شدد سعيد على أن القانون سيطبق على كل المخالفين ويحملهم مسؤوليتهم. أهلا بكم من جديد. دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ياندا تومس الحكومة الإثيوبية للتوقف فورا عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي. وأوضحت في تغريدة عبر تويتر أن مئات الآلاف من الأشخاص في الإقليم يواجهون خطر المجاعة، مطالبة جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة من أجل تخفيف المعاناة. تصاعدت وتيرة التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي، لا سيما مع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الحكومة الإثيوبية على سكان الإقليم. وحذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة من مغبة نفاد الإمدادات الغذائية في الإقليم مع منع قوات أبي أحمد إيصال المساعدات إلى سكان الإقليم. وسط قتال تشتد حدته وحصار يزداد يوما بعد يوم من جانب قوات الحكومة الإثيوبية، يقع سكان إقليم تيغراي فريسة لأزمة إنسانية خانقة، حذرت من عواقبها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيانات رسمية. فبحسب سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن موظفي الإغاثة في إقليم تيغراي الإثيوبي لن يجدوا طعاماً لتوصيله إلى الملايين الذين يواجهون المجاعة هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الإقليم قبل 9 أشهر، إذ ستنفذ الإمدادات الغذائية هذا الأسبوع. وألقت المسؤولة الأمريكية باللوم على حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، واتهمتها بالعمل على عرقلة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية للإقليم الذي يتضور سكانه جوعاً، إذ يواجه ما يصل إلى 900,000 المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وهو نفس ما ذهبت إليه المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ياندا توماس غرينفيلد، والتي دعت الحكومة الإثيوبية للتوقف فوراً عن إعاقة وصول المساعدات الغذائية إلى تيغراي ودخول جميع أطراف الصراع في مفاوضات دون شروط مسبقة من أجل تخفيف معاناة أهالي الإقليم. حتمية وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي تحدث عنها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي شدد على ضرورة تذليل أي تعراقيل تحول دون تحقيق هذا الأمر. قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن موظفي الإغاثة في إقليم تيغراي الإثيوبي لن يجدوا طعاماً لتوصيله إلى الملايين الذين يواجهون المجاعة هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الإقليم قبل 9 أشهر. ووجهت المسؤولة الأمريكية اللوم إلى الحكومة الإثيوبية على تقييد وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، وقالت إن السكان في تيغراي يتضورون جوعا، إذ يواجه ما يصل إلى 900,000 شخص خطر المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. قتل 17 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قرية في غرب النيجر. الهجوم وقع في قرية ثيم أثناء الصلاة، وتسبب أيضا في إصابة 5 أشخاص بجروح. أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أنه تلقى مئات طلبات المساعدة من متخصصين في مجال الإعلام في أفغانستان. صرح نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في بيان بأن طلبات المساعدة كانت إما للإجلاء وإما لمساعدة من انتقلوا من مقاطعة أفغانية إلى أخرى هربا من التهديدات. وأشار إلى أن الصحفيات تم منعهن من العمل فيما اضطرت بعض وسائل الإعلام إلى الإغلاق. قالت ذراع الأبحاث وتحليل المخاطر لدى وكالة فيش للتصنيف الائتماني إنه لا يمكن استبعاد فقدان 10 إلى 20% من الناتج المحلي في أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد. وقالت الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش إنه من الصعب أن تحقق البلاد أي نمو إيجابي هذا العام.
أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.890 مليار جرعة. وبحسب متوسط الجرعات المعطاة خلال 7 أيام وصل أحدث معدل للتطعيم إلى نحو 38 مليون جرعة في اليوم. أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأنه تم إعطاء أكثر من 572 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في الهند يقدر ب 6,120,000 جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل يتوقع أن تستغرق البلاد 7 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. هاتفيا من نيودلهي ينضم الينا الدكتور قتيبة الحمداني الخبير البيولوجي. دكتور قتيبة اهلا وسهلا بك في هذه النشره. بالامس الهند اعلنت انها سوف تستخدم او منحت الاستخدام الموافقه الطارئه لاستخدام اول لقاح هندي يعتمد على الحمض النووي في البلاد. الى اي مدى يمكن لهذا اللقاح ان يساعد الهند وهي ثاني اكبر بلدان العالم تضرر من فيروس كورونا ان يساعدها في محاصره هذا اللقاح؟ مساء الخير عليكم جميعا وعلى قناه اكس نيوز. نعم الهند اعطت موافقه البارح على استخدام اول لقاح دي ان اي خاص بكورونا وتضاف الى اللقاحات اللي موجوده اصلا هي لقاح أسترازينيكا واللقاح الهندي اللي معروف ب كوفاكسين واللقاح الاخر اللي هو سبوتنيك واضافه الى اعطاء الفرصه كذلك او الموافقه على استخدام لقاح جونسون اند جونسون. طيب الى اي مدى هذا اللقاح المحلي الصنع من الحمض النووي يمكن ان يساعد على محاصره اللقاح في الهند التي تعد ثاني اكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا خصوصا بعد الموجه الاخيره؟ حقيقه الهند اللقاحات اللي موجوده حاليا اثبتت فعاليتها وخصوصا بالموجه الثانيه اللي حضرتكم تعرفون انه صحيح. الهند ما زالت بالموجه الثانيه وخصوصا المحافظات الجنوبيه اللي تسجل بعد ارقام مرتفعه. الهند رادت انه تزيد من اعداد اللقاحات المتوفره بالبلاد واللي يوفر لنا هذا كثره اللقاحات المتوفره وبالتالي انه تزداد نسبه التلقيحات. ما المختلف اذا دكتور قتيبة يعني في هذا العقار او في هذا اللقاح الذي يعتمد على الحمض النووي عن غيره من اللقاحات الاخرى المعروفه؟ طبعا اكيد يختلف لانه اللقاحات الاخرى مثل أسترازينيكا واللقاحات الاخرى تعتمد على الفيروسات المضاعفه اللي مثل اللقاح الصيني واللقاح الهندي اللي هم مستخدمين الفيروس مضاعف لكن هاي تقنيه دي ان اي تقنيه جديده حقيقه حسب ما بينت الدراسات انه نسبه الوقايه من المرض او ينطي حمايه او بروتكشن تقريبا حوالي هل اخيرا يعني دكتور قتيبه هل ثبت علميا وطبيا بحسب الدراسات الاخيره انه يمكن التعامل من خلال هذا اللقاح مع متحور دلتا؟ حقيقه نعم حسب ما نشرت الدائره او مراكز الابحاث الهنديه انه هذا الفيروس يعطي تقريبا 66% حمايه من دلتا لكن يبقى انا في اعتقادي وبتصوري وهذا اللي موجود اصلا من كثير من الدراسات الهنديه انه اللقاح الهندي اللي هو كوفاكسين هو اكثر فعاليه مع اللقاح دلتا ولذلك نشاهد حتى بالموجه الثانيه اللي هي عدت تقريبا كانت نسب السكان اللي تاخذ هذا اللقاح كانت نسبه مطمئنه او قصدي يعني الحمايه كانت جيده جدا. الشيء الثاني الهند شرعت طبعا قبل اسبوع تجارب على تقريبا 2800 شخص بداوا يعطون الجرعه الاولى من أسترازينيكا والجرعه الثانيه من اللقاح الهندي وجدوا انه النتائج الى طبعا احنا ما يعني هذه نتائج مبدئيه او اوليه هاي النتائج كانت جيده جدا وشافوا انه الاجسام المضاده اللي كونها الجسم من خلال مزج اللقاحين كانت جيده جدا نعم يعني وربما يامل المواطنون في الهند ان يسفر هذا اللقاح عن محاصره هذا الوباء في الهند التي تعتبر ثاني اكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. على اية حال دكتور قتيبة الحمداني الخبير البيولوجي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.
اشتبكت الشرطة الأسترالية مع 100 المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني. وطفرة سيدني والتي يعيش فيها ما يقرب من 5 ملايين نسمة عزلا عاما صارما منذ أكثر من شهرين، ولم تنجح إلى الآن في احتواء انتشار فيروس كورونا. هذا وقد شهدت أستراليا قفزة قياسية في حصيلة الإصابات بكورونا، وذكرت السلطات الصحية تسجيل 894 إصابة جديدة بكورونا معظمها في سيدني. وصرح وزير الصحة الأسترالي أن الوضع الوبائي خطير لا سيما في ولاية نيو ساوث ويلز. وفي نيوزيلندا أعلنت السلطات تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 18 في أوكلاند أكبر مدن البلاد. كانت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قد حذرت من أن العدد سيرتفع في الأيام القليلة المقبلة، وحثت الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام، كما أعلنت العزل العام حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين. قررت الحكومة الفيتنامية إرسال قوات من الجيش إلى مدينة هوتشي لتقديم مساعدات لسكانها مع تجديد القيود المفروضة جراء تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسجلت فيتنام أكثر من 10,000 إصابة جديدة بكورونا و390 حالة وفاة في 24 ساعة فقط. كان رئيس الوزراء الفيتنامي طلب مواطنيه في المقاطعات الجنوبية تحديدا بالبقاء في منازلهم للحد من تفشي الوباء. سجلت روسيا اليوم 797 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، كما سجلت روسيا 21,000 إصابة جديدة بالفيروس من بينها نحو 1,900 حالة في موسكو. هذا وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكورونا خلال الصيف الحالي بلغت ذروتها في يوليو، وأرجعتها السلطات لسلالة دلتا وضعف الإقبال على اللقاحات. تراجع تفشي فيروس كورونا خلال أسبوع في جميع أنحاء العالم رغم استمرار انتشار الفيروس في أمريكا الشمالية، وسجل العالم خلال الأسبوع أكثر من 600 و340 ألف إصابة يومية، حيث استقر المؤشر عند مستوى الأسبوع السابق. رغم تسجيل نحو 643 ألف إصابة يومية في العالم خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الإحصاءات أشارت إلى استقرار معدل الإصابة بفيروس كورونا، بل وتراجعه بشكل طفيف في العديد من المناطق. وبحسب بيانات عالمية، فقد سجلت دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا تحسنا طفيفا، إلا أن الوضع استمر في التدهور بشكل حاد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. بالأرقام، تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بمعدل 139 ألف حالة يوميا، متقدمة بذلك على إيران والهند. أما كوسوفو فقد تسارع فيها انتشار الوباء إلى حد بعيد بنسبة وصلت إلى 189%، تلتها أذربيجان وصربيا. على العكس من ذلك، سجلت موزمبيق تراجعا بنسبة 36% في أكبر تراجع في الحالات هذا الأسبوع، متقدمة على الأرجنتين وكولومبيا. أما عن الوفيات الناتجة عن الفيروس التاجي خلال أسبوع، فسجلت إندونيسيا أعلى حصيلة يومية للوفيات عند 1,281 حالة وفاة يوميا، متقدمة على الولايات المتحدة والبرازيل. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد. اعربت المستشاره الالمانيه انجلا ميركل عن دعمها لترشح ارمين لاشيت لخلافتها في المستشاريه في اعقاب الانتخابات التشريعيه المقبله. خلال مشاركتها للمره الاولى في الحمله الانتخابيه اثنت المستشاره التي تستعد لمغادره منصبها بعد 16 عاما في السلطه اثنت على الصفات الانسانيه للاشيت. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الزميل العربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. نحن أو ألمانيا على بعد شهر وقد يزيد عن هذه الانتخابات، لأول مرة أنجلا ميركل تشارك في هذه الحملة الانتخابية دعما لأرمين لاشيت، كيف سينعكس ذلك على المشهد، أقصد هنا مشهد الانتخابات برمته؟ تفضل عربي. ندى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ البداية أعلنت أنها لن تعلن عن رأيها في هذه الانتخابات ولن تقوم بدعم أي مرشح من مرشحين الحزب حتى لا يكون نوع من أنواع التمييز، خاصة في الفترة اللي كان في انتخابات داخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي في ولاية بافاريا، هم مشتركين مع بعض في اتحاد واحد، وكان في انتخابات داخلية من عدة أشهر بين اختيار أرمين لاشيت أو ماركوس زودا رئيس وزراء بايرن ليمثل الحزب بالكامل الحزب المسيحي في الانتخابات القادمة ولم تبدي رأيها، ولكن في الجلسات الخاصة بميركل مع حزبها ومرات قليلة جدا التي أبدت فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعمها لأرمين لاشيت الذي يشغل الآن منصب رئيس وزراء شمال الراين وأيضا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي. هي دائما كانت خلال الفتره الماضيه كانت مقتنعه ان ارمين لاشيت سوف يسير على نفس خطى المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل خلال 16 العاما الماضيه. الحقيقه ردا على سؤالك ان اعلان المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل دعمها لارمين لاشيت بكل هذه الصراحه هيخلي ارمين لاشيت يكتسب اصوات اكبر في حملته الانتخابيه القادمه التي بدات من اليوم تحديدا، خاصه ان المستشاره الالمانيه اليوم عبرت عن رأيها لأن الفترة الماضية خلال الأيام القليلة الماضية الحزب المسيحي الديمقراطي وأرمين لاشيت بدأ في خسارة بعض النقاط من في تطلعات الرأي التي تتم هنا في ألمانيا لحساب ارتفاع الأصوات لحساب الحزب الاشتراكي وأولاف شولز برشح الحزب الاشتراكي. لذلك قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم وعبرت عن رأيها حتى يستطيع طيب يعني إسنادا لما تقول لما تتفضل بها أيضا عربي، هل تدقيق أنجيلا ميركل على الصفات الإنسانية هو ما يعزز هذه وجهة النظر التي تتحدث عنها؟ بالطبع الناخب الالماني يريد الان ايضا يريد السماع من هو ارمين لاشيت، ما هي صفاته الانسانيه، هل مثل ميركل على سبيل المثال لان هناك ازمه بسبب ازمه اللاجئين وازمه الازمه الماليه الموجوده الان في المانيا نتيجه فيروس كورونا وايضا الفيضانات التي تمت في المانيا والاموال التي ترصدها الحكومه الالمانيه، الجميع يريد ان يطمئن من سيقود المانيا في المستقبل، الامر جديد تماما. المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل قادت المانيا لمده 16 عاما فالامر جديد تماما في هذه المرحله والجميع خائف الحقيقه. نعم على كل حال انا بشكرك جزيل الشكر الزميل العربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا مباشره من برلين. تعهد رئيس وزراء هايتي بالعمل على اجراء انتخابات الرئاسه وذلك على رغم الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب البلاد الاسبوع الماضي، وشدد على التزام حكومته ببذل اقصى جهد ممكن لاجراء الانتخابات في موعدها في 7 نوفمبر القادم. كانت هايتي تعرضت لهزة أرضية بلغت شدتها 7.2 درجة على مقاس ريختر، ما أسفر عن مصرع أكثر من 2000 شخص وإصابة الآلاف. تولى رئيس وزراء ماليزيا الجديد إسماعيل صبري عقوب مهام منصبه، وأدى صبري اليمين الدستورية بالقصر الوطني بعد أن اختاره الملك سلطان عبد الله. ويبدأ إسماعيل صبري مهام منصبه في وقت تسجل فيه ماليزيا أعلى نسبة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا. إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أهداف خطة عام 2021-2022 في مجال التنمية الاجتماعية. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تسعى إلى رفع مستوى معيشة المواطن بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، فضلا عن تنشيط الاقتصاد المصري.
وأضافت أن خطة هذا العام تتناول برامج وقضايا تنموية مثل برنامج الإصلاحات الهيكلية وبرنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة. تشهد المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تتيحها المبادرة. تم تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة في إطار المبادرة على أن تتولى عملية التسليم خلال الشهر الجاري وفقا لأسبقية الحجز. إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تتيحها المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. من بين تلك المزايا الحصول على دعم من خلال الحافز الأخضر واقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصادياً وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة. إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بلغ نحو 31 ألف طلب، وقد تم حتى منتصف الشهر الجاري تخريد 4701 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً، منها 4508 سيارة ملاكي و102 تاكسي و91 سيارة ميكروباص. الجهات المسؤولة أعلنت تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجاري وفقا لأسبقية الحجز بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريا، إضافة إلى 4127 سيارة ملاكي وتاكسي أخرى تم تسليمها منذ إبريل الماضي وحتى الآن. وقد تحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات. وتوسيعا للمبادرة تسعى الدولة إلى تشجيع المزيد من الشركات المصنعة للسيارات محليا على المشاركة في المبادرة لتوسيع مساحة الاختيار أمام الراغبين وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين وتقليل الفجوة بين طلبات الإحلال والسيارات التي يتم تسليمها. وتستهدف المبادرة تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عاماً للحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي والبنزين لتحل محل سياراتهم المتقدمة من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك 3%. تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الأول من سبتمبر المقبل تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتسليم 22 عمارة من أصل 73 عمارة بالمشروع، وذلك بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة والمخصصة بالقرعة العلنية. شهد معرض الصين والدول العربية الخامس توقيع إجمالي 277 صفقة باستثمارات وحجم تجاري مخطط له لقرابة 24 مليار دولار أمريكي. تشمل صفقات مجالات المعلومات الإلكترونية والطاقة النظيفة والمواد الجديدة والغذاء الأخضر والتعاون في القدرة الإنتاجية والإنترنت، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والسياحة وغيرها. يضم المعرض منتديات تجارية حول الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وموارد المياه والزراعة الحديثة والأغذية الخضراء والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، إلى جانب التعاون السياحي. أكدت الرابطة المصرفية الصينية أن عملة اليوان تم قبولها بشكل متزايد في المعاملات عبر الحدود في عام 2020 لتصل إلى مستوى قياسي في استخدامها الدولي من قبل البنوك. وأشارت الرابطة في تقرير لها أن إجمالي المقبوضات والمدفوعات عبر الحدود لليوان الصيني في عام 2020 بلغ أكثر من 28 تريليون يوان، بزيادة قدرها 44.3% على أساس سنوي. ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن نيجيريا وجهت مخصصات مالية بقيمة 1.85 مليار مليون دولار لعدد من أجهزة الدولة مع إيرادات شهر يوليو. هذا وشهدت نيجيريا تراجعا في ضريبة الأرباح على النفط والضريبة على دخل الشركات
وعائدات الغاز والنفط الشهر الماضي. نجح الزمالك في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة متربعا على صدارة الدوري وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، يقترب بقوة من حسم اللقب لصالحه قبل جولتين على انتهاء الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 38 في المركز التاسع. حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك قبل جولتين فقط من النهاية، وتراجع المصري للمركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث. حقق وادي دجلة انتصارا ثمينا على مضيف الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم. سجل هدفي وادي دجلة لاعبه الشاب أحمد عاطف في دقيقتين 48 والثانية 62. هذا الفوز رفع رصيد وادي دجلة إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز 16 في جدول الدوري ويبقي على آماله في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز 12. هذا وتعادل الإنبي مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم. تقدم زياد كمال بهدف لإنبي في دقيقة 5 ثم تعادل طلائع الجيش بهدف للاعبه مصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 22. التعادل منح كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد إنبي إلى 43 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 40 نقطة في المركز الثامن. تقام اليوم 4 لقاءات في منافسات الأسبوع 32 للدوري الممتاز لكرة القدم. يلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة، فيما يلعب الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، كما يلتقي المقاولون العرب مصر المقاصة، كما يلعب سموحة مع الكونة. ذكرت صحيفة ذا تايمز أن المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في استاد ويمبلي في يوليو الماضي كانت بؤرة انتشار لفيروس كورونا. أوضحت الصحيفة أن نحو 2300 شخص تقريبا حضروا المباراة النهائية بين إنجلترا وإيطاليا وأصيبوا بالعدوى على الأرجح.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة لاعب العام، وسيتم الكشف عن هوية الفائز في حفل سيقيمه الاتحاد يوم الخميس المقبل على هامش قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا. سيطر لاعبو ومدربو الدوري الإنجليزي على ترشيحات جائزة الأفضل في أوروبا على أن يتم تحديد اسم الفائزين باللقب على هامش فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة، والمقرر إقامتها في اسطنبول خلال حفل برعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس المقبل. وحدد الاتحاد أسماء ثلاثة لاعبين مرشحين على المنافسة، وهم الإيطالي جورجينيو والفرنسي نجولو كانتي ثنائي تشيلسي بعد تتويجهما بلقب دوري أبطال أوروبا أخيرا، والبلجيكي كيفين دي بروين المتوج مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الأخيرة لينحصر التنافس بينهم على لقب الأفضل. واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الجديد المركز الرابع، وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز التاسع، في حين احتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ المركز الخامس بعد أن حصد الجائزة في العام الماضي. أما المرشحون لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا خلال العام الجاري، انحصر التنافس وفقا لترشيحات الاتحاد الأوروبي بين كل من توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المتوج معهم بالنسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، وبيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وروبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي المتوج معهم بلقب بطولة الأمم الأوروبية. أما في فئة فرق السيدات، سيطر فريق برشلونة الإسباني على ترشيحات جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات بتواجد الثنائية الإسبانية جينيفر هيرموسو وإليكسيا بوتيلاس إلى جانب الهولندية ليكي مارتينز لاعبة برشلونة أيضا، فيما يتواجد لويس كورتيز المدرب برشلونة إلى جانب بيتر جيرهاردسون المدير الفني للمنتخب السويدي وإيما هايز مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي في ترشيحات أفضل مدرب لفرق السيدات. قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد، تبقى عامان في عقد صلاح الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017. هذا ويعد صلاح أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة يورغن كلوب، وقد سجل 126 هدفا في كافة المسابقات وأسهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا. تتواصل غدا مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يلتقي ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد، بينما يواجه ولفرهامبتون توتنهام، فيما يلتقي أرسنال مع تشيلسي في ديربي لندن. بدأ منظمو دورة الألعاب البارالمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو دراسة تجديد التدابير الاحترازية في ظل تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في اليابان. وقال مسؤول في اللجنة المنظمة إن الأمور ساءت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه خلال دورة الألعاب الأولمبية والتي اختتمت في وقت سابق من أغسطس الجاري. And they would then need to quarantine on the way back. So effectively, they would need to pay for 4 weeks extra in a hotel. And these are tiny national Paralympic committees, and they just. نهاية نشرة الثالثة عصرا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يتفقد محور التعمير بالإسكندرية ويؤكد أنه شريان يربط قلب المحافظة بامتدادها العمراني. العراق يشدد إجراءات حماية المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية استعدادا لإجراء الانتخابات في موعدها. ويونيسف تحذر من خطر نقص حاد في مياه الشرب في لبنان وتدعو إلى استعادة إمدادات الطاقة بشكل عاجل. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميل همام مجاهد.